بونجور دو، أهلا بيكم. طبعا حابين نحن نتواصل معاكم علشان نأكد على المعلومات اللي خدناها خلال الأسبوع ده. خدنا سؤال مهم جدا وهو كاسكوسي. كاسكوسي بمعنى ما هذا لغير العاقل، بتسأل عن أشياء غير عاقل. وكنا خدنا قبل كده سؤال اسمه كياس، طبعا كياس بيسأل عن العاقل، وخدنا مثال زي مثلا مامون وبابا، وخدنا كوزين وكوزان. إذا دي أشياء أو دول أشخاص عاقلين، فكان السؤال بيبقى بكياس. لكن النهاردة خدنا كاسكوسي. كاسكوسي تسأل عن أشياء غير عاقل، وخدنا مثال ليها ساتامبون. ساتامبون هو الديسك، بون اللي هو الديسك، يبقى ساتان بون هذا ديسك. كاسكو سي ساتان بيرو، بيرو اللي هو مكتب، ساتان بيرو مكتب. برضو مثال كمان خدناه لو سيتون شيز، سيتون شيز اللي هو تشير بتاع كرسي، سيتون شيز. وكمان مثال هو سيت اون تابل، سيت اون تابل اللي هي ترابيزه. يبقى السؤال الرئيسي بتاعنا النهارده هو كاسكو سي. كاسكو سي، ودينا مثالين لكلمتين مذكرين زي ساتان بون وكلمه تانية ساتان بيرو. يبقى ملاحظين ان بون وبيرو مذكر ماسكولان. بعد كده خدنا سيت اون شيز، سيت اون شيز كرسي، و سيت اون تابل ترابيزه. لو نيجي نعمل الاكسرسيس ده مع بعض، يقول لي كاسكو سي، ومدينه صوره قدامي ساتان بون، ساتان بون. بعد كده سيت اون شيز، سيت اون شيز. ساتان بيرو، ساتان بيرو. سيت اون تابل، سيت اون تابل. سؤال بعد كده يقول الشاس لانترو، شيز بونسوار، تابل يبقى بونسوار. بون في غارسون يبقى بون. مون بيرو، ما يبقى بيرو. فرير و بون، مير يبقى كلمة بون. إذن إحنا خدنا الأسبوع ده هو سؤال رئيسي هو كاسكو سي. قبل كده خدنا كياس، وخدنا مثال ليهم هو مون بير و ما مير، أو مامون، مون أمي و مون بروفيسور و ما ميتريس. خدناهم قبل كده، مون بروفيسور، ما ميتريس، مون كوزان و مون أمي. داكوغ، إنما ده كاسكو سي لأشياء غير عاقل. طبعا هو ده اللي خدناه خلال الأسبوع.